سلام. ملي كنجمعوا مجموعه ديال المواد الغذائيه في الطبله ديالنا ديال رمضان، كيكون المنظر زوين والمنظر كيشهي. ايه مزيان المنظر، ولكن ما مزياناش للصحه، سورتو ملي كنجمعوا البطبوط بالدجاج باللحم بالاسماك، وكنضربوا المرطوب بالحريره. خصني نعرف بان راه عندي مصرار وسيله ديال الهضم، ما عنديش لا فيراي ولا مطموره اللي كنبدا ندقق فيها مجموعه ديال المواد الغذائيه اللي كتنفع واللي كضر. هادشي علاش ملي كناكلوا هاد الماكله اللي هي غنيه كنبقاو جالسين مبنقين قدام التلفازه، ولا كنمشيو نصليو التراوح وعقلنا غير في مائتنا الوغ كو ماشي في الهضم. باش تكون عندكم هاد الطبله هذه اللي هي غنيه وتكون طبله اللي هي صحيه، خصني نيفيتي على انني نجمع العجائن، يعني لي بات الروز الخبز مع اللحم منين نكون كناكل. منين كنت ندور الحيره ما تدوريهاش مادام بالدقيق اولا بالفرس، دوريها بالخضار، لحقاش منين كندورها بالخضار كتبقى عندي النسمه ديال الحريره زوينه، وكتبقى عندي الصحيه ديال هاد لاسوب اللي الغالبيه ديالنا كنشربوها باش يمكننا نفرقوا الصوم في هذا شهر رمضان الفضيل. ما تنساش صحتك مسؤوليتك، ما تغفلش عليها.